معكم سامي العربي مناضل سياسي. اليوم عندنا 21 دقيقة من قايد صالح قائد الأركان قال باللي المؤسسة العسكرية راهي تبنات حل يستجيب المطالب المشروعة تاع الشعب الجزائري والمتمثلة في تطبيق المادة 102 من الدستور. يعني ينحيو بوتفليقة الرئيس الأكتويل اللي راه دوكا باش يمدوا يعني جميع الصلاحيات سواء المصالح تاع السينا ولا المجلس الدستوري باش يحكم المرحله الجايه المرحله السياسيه اللي تعتبر يعني استمراريه ماشي بقى مرحله انتقاليه. يعني ما خرجناش اوني با سورتي دو بيرج، يعني رانا في المرحله رانا في الاستمراريه. يعني هذه الاولى الشعب الجزائري رفض الاستمراريه وقالها اشحال من خطرات. بروميير رومارك، حنا ما سحقوش يعني الفلول ولا أزلام النظام ولا النظام اللي يتحكم يعني في المراحل السياسيه اللي جايه. ديجا شكون قال لكم ديجا رانا حابين نروحوا بور دي زيليكسيون اونتيسيبي، اوني كونتر السيستيم بريزيدونسيال. لازم يعني المجلس التاسيسي هو اللي يقرر بلي وين المرحله اللي رانا رايحين، ديسيدي واش كاين القدام. دو وشكون انت يا قايد صالح باش تقول باش تدخل روحك في الامور السياسيه ولا تنحي الرئيس ولا ما تنحيش ولا حاجه واحده اخرى؟ صدر سي با نورمال. انا صدر واش نقول بلي في الراهنيه تاع اليوم لازم يعني تجنيد وتنظيم في المستوى تاع الاحياء الجامعه في الاحياء الشعبيه. لازم الطلبه يتنظموا، العمال يتنظموا، الشمراء يتنظموا، يعني الميزان يتنظموا، جميع الفئات والالتقاء هذه الحركات الاجتماعيه يعني دون ان بروسيسوس في سيروره مجلس كيف كونستيتيو مجلس تاسيسي السيد هو اللي يقرر يعني وشن هي محتوى ولا كيف تكون الجمهوريه الجديده ولا الجمهوريه الثانيه ماشي واحد اخرين. كاين يعني كاين تيارات سياسيه دوك في الجزائر يطالبوا لعلي تطبيق هذه الماده 102. حنا نقولوا ما لازمش هادو ينساقوا تحت هذا لوريونتاسيون بوليتيك، ولازم يعني الشعب هو اللي يقرر. وانا نشد جميع يعني الشعب الجزائري من نقابات طلبه بطالين باش ينخرجوا نهار الجمعه الجايه باش يقولوا لا لتطبيق الماده 102، لا لاستمراريه. نسحقوا لا بن صالح، نسحقوا لا قايد صالح، ما سحقوش لا الكاشير لا الباطي. نعم لمجلس تاسيسي. نعم لمجلس تاسيسي. سيدي.